الإله الواحد أمين. بيقول صاحب المزمور في مزمور 150 دعوة لتسبيح الرب، والمزامير هي للتسبيح. يقول: هللويا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوج التصويت، سبحوه بصنوج الهتاف، كل نسمة فلتسبح الرب. هللويا. أمين. نسبح الرب، نمجد الرب لأنه يستحق. خلينا قبل ما نبدأ نسبح الرب مع أخونا ديفيد نحن رؤوسنا في كلمة صلاة. المجد لك أيها الآب، أيها الإبن، أيها الروح القدوس. المجد لك يا ابن الله الحي، يا ابن العذراء، لأن اجتماعنا باسمك، لأننا قد أتينا إلى هذا البيت باسمك يا يسوع، لأنك حاضر في وسطنا يا مخلصنا، يا فدينا، يا شفيعنا، يا من قلت تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. ريح كل متعب، عزي كل حزين، استجيب كل طلبة مستغيث أمامك، أؤمر بالبركة، أؤمر بالتعزية، أنت ساكن بين تسبيحات شعبك، أعطنا أن نسبحك ونسجد لك سجودا مرضيا بالروح والحق. باركنا، عزينا، اتكلم لقلوبنا باسمك يا رب يسوع، بشفاعة دم صليبك، لك مع الآب والروح السجود والإكرام من الآن وإلى الأبد. أمين. اجتمعنا اليوم في الصباح يوم جديد علشان نمجد ونسبح ونهتف للرب ليه كل المجد. تعالوا نقول له تسبيح للرب يعلى، وتعلى معاه الفرحة، قلبي هيغني للقدير. ايه رأيكم نقف مع بعض في اول ترنيمة كده، نرفع قلوبنا للرب، نقول له يا رب اعلن يسوع ملك وحيد على كل حياتي، صوت الحمد راح اشهد له وتقبل صلاتي. غني يا نفسي للمسيح. 770 تقييم 770. المسيح اليوم مجيبه، أستنى أشوفه.
ولا خطية ولا وجد في فمه وش أو مكر، لكن لأجلي جه على الأرض ولأجلي مات على الصليب ميتة الأثمة المجرمين كأنه عمل خطية. هو بار قدوس، كتاب يشير عنه أنه بالدقيق ناصع البياض اللي حباته متجانسة، اللون الأبيض لو جه عليه نقطة سودة هتبان. رب يسوع لكل المجد لما كان عايش على الأرض شبهنا في كل شيء ما عدا الخطية، مات على الصليب لأجل كل واحد فينا، لأجل ما يطهرنا من خطايانا. تعالوا نقول له أيها القدوس يا رب الحياة. ترنيمة رقم 2 في الكتاب: مستحق أن تحنى لك الجبال وتسبح اسمك الشفاء أيها الرب الإله. جينا عشان نسبح اسمك. ترنيمة رقم 2